السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو راح نوضح بخصوص موعد امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية والغير المنتهية، لأن كثير من التعليقات جاي تقول ست احنا قدموا امتحاناتنا، شو وقت امتحاناتنا؟ فحبيت أن أسوي لكم هذا الفيديو. طبعا وزارة التربية بوقت سابق حددت موعد امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية اللي هم السادس الابتدائي والثالث متوسط. طبعا السادس الاعدادي بعدها الوزارة ما محددة حتى الآن، يعني لحد الآن بعدها الوزارة ما محددة بخصوص السادس الاعدادي. أما الثالث المتوسط والسادس الابتدائي حددتها الوزارة 21/8، يعني بهذا الشهر الثامن يوم 21 تبدي امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي والثالث المتوسط. أما المراحل الغير المنتهية اللي هم الأول ابتدائي والثاني والثالث والرابع والخامس ابتدائي والأول متوسط والثاني متوسط والرابع إعدادي والخامس إعدادي، هاي الوزارة حددت وقت سابق 9/9 امتحاناتكم، 9/9 امتحاناتكم. فاليوم لما نزلت الوزارة خبر إيش قالت؟ قالت امتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية والغير المنتهية ستبدأ نهاية الشهر الحالي وتمتد لغاية الشهر المقبل. إذا شنو؟ هي نفسها، يعني ما يغيروها، تبدي نهاية الشهر صحيح هي 21/8 وتمتد لغاية الشهر المقبل، يعني امتحانات الصفوف الغير المنتهية 9/9. فهذا موعدكم امتحانات، إن شاء الله صار الفيديو واضح، وإن شاء الله النجاح والموفقين.